واو معنا جراند 5 ار تي اكس بجرافيكس عالي جدا على اجهزة الاندرويد ونسخة مطورة، فيلا بينا حبيب الله يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اول شيء وقبل كل شيء وكما العادة لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وايضا حبيبي فلا لا تنسوا ان تنضموا الينا عبر صفحتنا على الانستغرام، ستجدون رابطها اسفل هذا الفيديو. وصراحة شكرا لكم على دعمكم في هذه المقاطع الاخيرة من اللايكات حبيبي فلا، فشكرا لكم وشكرا لكم على دعمكم الرائع. ومعنا اليوم سنقدم لكم جراند 5، يعني هذه النسخة اسمها جراند 5 RTX. صراحة ذات جرافيكس عالي جدا، وبالطبع تشتغل على الأجهزة المتوسطة والقوية. وأيضا أحبيب الله هي نسخة مطورة فقط، ليست الأصلية من روكستار، هذه ملاحظة أحبيب الله. وصراحة النسخة رائعة جدا. أول شيء نقول لكم على أن حجمها، والآن ترون الآن في هذا الجيم بلاي، وهي هذه النسخة التي ستجدون رابطها على ميديا فاير أسفل هذا الفيديو. فاللعبة تشتغل أوفلاين، يعني تشتغل بدون انترنت وبدون أن تحتاج إلى واي فاي. أيضا اللعبة متواجدة على ميديا فاير وحجمها صغير أو متوسط، حجمها فقط 465 ميجا، يعني حجم صغير، متكونة من أبيجا فقط، بدون ما تحتاج إلى فك الضغط وبدون ما تحتاج إلى أي مشاكل أو أي صعوبات. تقوم بتنزيلها من الرابط وتقوم بتثبيت الأبيجا الخاص بها وتقوم بالاستمتاع بهذه النسخة التي ترونها الآن. صراحة رهيبة جدا من ناحية الجرافيكس. والمميز في هذه النسخة، يعني تم إضافة فيها الكثير من الأشياء لم تكن متواجدة في النسخ التي كانت قبلها، الكثير من الأشياء الرائعة، مثلا كالشخصية، يعني كالسيارات، صارت سيارات كثيرة، عفوا سيارات كثيرة حبيب لا، وسيارات سبورت، يعني سيارات سريعة من النوع الغالي، السيارات الصغيرة من النوع الغالي والسريعة، والكثير من الأشياء الرائعة. وصراحة عند لاعبيك لهذه النسخة فيها العالم الخاص بها صار يعني أكبر من العالم الذي كان من قبل أو من العالم الذي في النسخ السابقة، لأن هذه النسخة معتزلة عن النسخ السابقة، هذه النسخة لوحدها، هذا أول إصدار لهذه النسخة على ما أعتقد أو ثاني إصدار، يعني هذه النسخة تلعب أكثر وأكثر على الجرافيكس وأيضا على السيارات والكثير من الأشياء الرائعة التي ستجعلكم صراحة تستمتعون بهذه النسخة الرائعة والجميلة. وحبيب لا، الكثير منكم سيقول لي يا مراد أحضر لنا النسخة الأصلية، فهناك مقطع الآن جاهز عن النسخة الأصلية يمكنكم تشغيله بمحاكي، يعني لا أعرف هل هذا المقطع سينزل قبل هذا المقطع أو هذا المقطع الذي تشاهدونه سينزل قبل النسخة الأصلية. فعلى العموم صراحة أشياء رهيبة جدا في انتظاركم، فقط كل ما عليكم هو تفعيل زر الجرس، وإن شاء الله نحضر لكم كل جديد حول ألعاب هواتف الأندرويد. وأيضا حبيب لا، إذا كنتم تريدون أي لعبة اكتبوا لنا إياها في التعليقات. وآسف صراحة هذه الأيام أو الآونة الأخيرة لم أرد على جميع التعليقات بسبب يعني لأنني صراحة أنزل مقطع ولا أكون يعني لا أحمل الهاتف، فقط أقوم بنشر المقطع وأخرج يعني أقضي بعض الأمور، لهذا السبب لا أرد على التعليقات، لأنني صراحة الهاتف في هذه الأيام الأخيرة أستعمله يعني نقول 10% أو أقل في اليوم، يعني لا أدخل كثيرا لا لمواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى لليوتيوب، فقط أقوم بنشر مقطع وأقوم بترك الهاتف وأخرج أقضي أمر مام، لهذا السبب لا أرد على جميع التعليقات. وكما قلت لكم يعني كان هذا هو الشيء المهم، فقلت لكم هذا الموضوع رغم أنه متغير تماما، يعني نحن موضوعنا عن جراند وبدأت تتحدث لنا بهذه الأشياء، فعلى العموم فقط أعطيتكم بعض التفاصيل. فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، وسنستعرض لكم الآن الجيم بلاي الكامل الخاص بجراند 5، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wash out my wrist, it goes sha 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 sha
who gave me just a little bit of a job. Baby, sugar. I got your bitch in me, la 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 la. I shot my whistle, got a sha 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 sha. I got your bitch in me, la 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 la. I'm a